سائل يقول: ما سبب نزول قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم المشركون من الصالحين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، هم أنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بدعائه سبحانه وبأسمائه وصفاته، فهم فقراء إلى الله. كيف تدعونهم وهم فقراء يدعون الله عز وجل؟ نعم، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.